حياكم الله، عدنا لكم من جديد لاستكمال فقرات برنامج مساء دبي. الحين نبغي نحتفل مع شيف إماراتية فازت بالميدالية الذهبية من جائزة مسابقة الطهي من فرنسا لتصبح أول طاهية إماراتية تحصل على هذه الجائزة وتتوج إنجازاتها على الصعيد العالمي. ولكن قبل ما نسمع منها بنشوف هذا الفيديو القصير وبنرجع نستكمل حديثنا. On behalf of Best Gastronomy, Chef Myriam, I'm very pleased and honored to present you this award. Congratulations. It's the first time it is given to an Emirati chef. Congratulations, Mabrouk. Bravo. On est très fiers de vous. برافو تستاهلين ألف مبروك. شكرا لك شيف مريم المنصوري، فخورين فيك. أول إماراتية تحصل على هذه الجائزة Best of Gastronomy. طبعا هذه الجائزة اللي من فرنسا تعتبر يعني اعتراف رسمي بأنك أنت واحدة من أفضل الطهاة العالميين. الحمد لله، وهذا من فضل من دولة الإمارات. كانت مفاجأة حلوة ونحن رجعنات لها الذكريات أو ذكرى هذه اللحظة بالتحديد. ما كنت تدرين صح؟ لا والله ما كنت أدري. كان المفروض أن اجتماع يعني على أساس أن راح نقدم، إحنا عندنا عدة جوائز إحنا قاعدين نقدم عليها وكذي، والوالدة حدها حبيبة قلبي كانت معايا الله يحفظها. قبل ما أبدأ في أي شيء حابة أني أشكركم، أشكر قناة سما دبي وأشكر دبي الإعلام اللي اتاحت لي الفرصة أني أكون من ضمن البرامج الجميلة اللي تبث على شاشتها وقنواتها. نحن اللي نشكرك على وجودك معنا. الله يسلمك. نحن نفتخر أن يكون معنا. والله الفخر لي اليوم بوجودي في هذا المكان. بس يعني أنت ما يبتي لنا شيء من طبخك اليوم. هذا عشان إن شاء الله بإذن الله تزورونا إذا الله راد وكتب، وبعدين نسوي لكم الوليمة الجميلة. لأن أنا قالوا لي في مفاجأة إن شاء الله. إن شاء الله. تحبين نعلن عنها؟ طبعا الله يحفظها ويخليها لك الوالده، شفناها من خلال هذا الفيديو انت تحبين راسها، تقدير ومحبه امي تابعتها واضحة جدا. الله يحفظها وتحيه خاصه لها اكيد. وفي مفاجاه بعد يعني اذا بتخبرين المشاهدين عنها. تمام. اول شيء طبعا امي ملهمتي، امي تسمعني الحين، انا اقول لك انت الملهمه في حياتي وفي حياه عيالي، فلازم بالنسبة لي أنا تقديراً لأمي حبيبة قلبي إنها لازم تكون معاي في كل الأجيال. فأمينة راح تكون موجودة إن شاء الله بإذن الله بالكوزين الإماراتي إذا الله راد وكتب قريباً إن شاء الله. طبعاً إحنا أطلقنا منيو أمينة في رمضان ونال الإعجاب الجميع من حضور وضيوف مونتوك تبارك الرحمن، وكانوا يتمون الحجز باسم أمينة، يعني نبغى أمينة الكونسبت حق أمينة أو أطباق أمينة. فراح تخلد أمي إن شاء الله بإذن الله باسمها الجميل، وراح تكون ملهمة لجميع الأجيال. مش لازم، أنا كنت أقول مش لازم أنه يعني في ارتباط يمكن عائلي أو ارتباط بالدم، ولكن أمي ملهمة للجميع. أمي من خلال ملهمة هذه الأطباق اللي أنت كذلك نعم استلهمتيها حتى بطاقتها الإيجابية ما شاء حتى الله. سبحان الله بدعواتها الجميلة، بانتقائها للكلمات الجميلة، يعني دائما وأبدا تحسين لما تقعدين معاها حتى لو الشيء الصعب تخليه يصير سهل. الله جميل. واضح جدا طبعا. أنا صراحة أبغي أعرف منك أختي مريم شو العوامل اللي أهلتش اليوم أن تفوزين بهاي الجائزة، وشو الأشياء اللي بالفعل تخلي الإنسان يوصل لهذا التفوق والنجاح في هذا المجال. شوف أخوي محمد، أنا بالنسبة لي يمكن واحد من أهم العوامل اللي المفروض تكون موجودة فينا الشغف، الحب، أنك أنت تأدي أو تسوي عمل معين، فلا تكل ولا تمل. فممكن أنك تشتغل على نفسك وعلى الشيء اللي أنت قاعد فيه بدون حتى ما أنك تفكر في الصعاب أو العقبات اللي موجودة حولك، فهذا الشيء جميل جدا. لكن من العوامل اللي إحنا نقدر نقولها في دولتي الحبيبة، إحنا دولتنا أرض خصبة،
لجميع الناس اللي هم حابين انهم ينجزون ويسوون. يعني سبحان الله انجازات دولة الامارات هي اللي تعطينا هذا الطابع. هي نعم. فانا كان سبحان الله يعني قبل ما احنا نتكلم على موضوع اللي هو النجاح او الميدالية الذهبية ومن عقوبها الحمد لله حصولي على اني اكون محكمة رئيسية لبست اوف جاستروميا على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكان بحضور من السفير الفرنسي لدولة الامارات العربية المتحدة، بداية السنة كانت في بوست جميل كان من سمو الشيخ محمد بن راشد ربي حفظه، لما قال في البوست كان أن هذا العام عام الخير وعام العطاء. ففي على نفس هذا البوست أنا عاهدت سموه وكتبت له على طول، ما أدري شي يعني إحساس أنه كأنه يخاطبني كبنت من بنات الدولة، كبنت من بنات الإمارات، بنت من بنات زايد، لازم أني أنا أكون أعطي بعد وأسوي شيء لهذا العام. فعاهد سموه من خلال هذا البوست وكتبت لأني راح أكون الأم المربية ورائدة الأعمال الناجحة وموظفة في حكومة دولتي الحبيبة التي تقود دولتي للعالمية إن شاء الله بأفعالها وأعمالها، سواء على المستوى الفردي كأم أو على مستوى اللي هو رائدة أعمال في دولتي الحبيبة. فالحمد لله بكل فخر. وقبل ما ننتهي من يعني بعد انتهائنا نقول من النصف الأول من هذه السنة الجميلة سنة الخير والعطاء اللي أشاد فيها سموه، حصلت على الميدالية الذهبية كأول شيف إماراتية. طيب الحين أنا بالنسبة لي كمريم المنصوري الحين أنا على جليد اللي هو جبل الجليد، اللي الجبل بعد ما نوصل للقمة راح شوي ينزل يعني احتاج جبل آخر، احتاج إلى جبل آخر، فأحتاج أني أقفز القفزة الجميلة. من عقبها تبارك الرحمن اشتغلنا على نفس الجائزة ولكن علشان أني أنال اللي هي الدرجة الكريمة اللي هي درجة محكمة رئيسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبالتالي أي شخص الحين راح يقدم على هذه الجائزة يقدم من خلال الشيف مريم المنصوري، وأنا أقوم بالتحكيم من خلال الأطباق اللي موجودة، الريسيبيز اللي موجودة عنده، ومن بعدها ينال الميدالية الذهبية أو الفضية أو البرونزية. فهذا شرف جدا جميل لي يعني، وأهديه لسموه وأهديه لسموه الشيخ محمد بن زايد طبعا، وأهديه لكل إخواني وخواتي اللي كسبتهم من مونتوك. تستاهلين يا مريم، ألف ألف مبروك مرة ثانية. وأنت تقولين إن والدتك ملهمة، وأنا أقول أنت كذلك شخصية ملهمة بالشيء اللي تسوينه وتحبين أن تنجحين في الوصول إلى أعلى القمم من خلال العمل اللي تقومي به. شو ما كان الشيء اللي نحبه ونسويه نبغي نكون الأفضل فيه. نعم. وهذا اللي أنتي أثبتيه ما شاء الله عليك، وهذا تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، دائما نكون رقم واحد وما نرضى بغيره 100%. وصلتي لهم جمال الطبخ الإماراتي في فرنسا؟ أي نعم، البهارات طبعا وصلت لهم شيء مؤكد. كان عندي وفد بعد جدا جميل، كانوا جايين من تقريبا دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فكان في وفد أجانب كانوا موجودين عندنا، بس سبحان الله وكان موضوع على موضوع أكاديمية وغيره، هذا يختلف تماما عن موضوع الجائزة، بس كانت رحلتهم عبر الأطباق، فكانوا يتكلمون معي شو البهارات اللي احنا نستخدمها. فلما ظهرت لهم البهارات اللي موجودة، طبعا البهارات أنا أمي من النوع اللي لازم تسوي بهاراتها بروحها، فبالتالي احنا كبناتها خلاص خذنا منها، فاستغربوا من ريحة البهارات الموجودة، ريحة الكمون، طريقة طحن اللي موجودة عندنا. أنا عندي الماربل اللي هي الرخامة القديمة هذه اللي استخدمها وأطحن فيها بعد بعض البهارات اللي موجودة اللي هي الحبوب، فاستغربوا وخذوا عينات للعلم يعني معاهم لما سافروا، فقالوا هاي السوفينير خاصة فينا من مونتوك. فنعم نقلنا لهم جزء كبير من البهارات اللي موجودة، ونقلنا لهم حتى يمكن نقدر نقول طريقة التقديم والضيافة عندنا. يعني احنا مثلا عندنا في مونتوك لما نقدم العيش نقدمه في الطبقة اللي مسكرة وتنشال بطريقة ولو طبق صغير، ولكن يقدم بطريقة تقديمنا احنا في البيوت كيف نقدمها، طريقة تقديمنا للقهوة العربية، ما زلنا انهم عارفين ان هي عاداتنا وتقاليدنا، وقهوتنا مش القهوة الشقرة، قهوتنا الإماراتية المحمصة واللي حمصها بروحي. فلو تسألون حتى موظفين مونتوك بيقول لكم احنا نحط قناد في القهوة، فعارفين كل تفاصيل اللي هي نقدر نقول تقاليدنا او الاشياء موروثنا الجميل اللي ممكن ينتقل عبر اي مشروع من المشاريع اللي موجودة يعني عندنا. يعني شيف وسفيرة في نفس الوقت. بالضبط. الله يسلمك. يعني بالفعل انجاز رهيب، ويعني نفتخر فيك ان انت قاعدة تروجين للمطبخ الإماراتي في يعني كل مكان وطريقة جميلة جدا. نبغى نعرف شو المطبخ الأقرب للمطبخ الإماراتي اليوم؟ شوف المطابخ كلها طبعا جميلة، احنا كشف نحب نتفنن في كل أنواع الكوزينز الموجودة، بس إذا تسألني مثلا أنا كشخص يمكن أنا يعني ربيت في عائلة سبحان الله كانوا يطبخون فيها الأم والأب، فكانت كل الأشياء اللي موجودة تقريبا نعتبر من الكوزين الخليجي. حسيت أنه أقرب لي، حسيت أنه أصعب للعلم.
يعني مثلا الايشين كوزين انت ممكن تحطي بعض الاشياء كذي مع بعض والسوب وغيره، ولكن ما فيها التكنيك البهارات متى المفروض ان احنا نحمس. أيوة. ايوه لازم تحمسها، لازم الطماطم يتسبك ما يسبب لك حرقه، ما يعني هاي الاشياء الجميله كلها خذيتها انا من سبحان الله نقدر نقول كوزين الخليجي. يعني انا احس ان في بروسس معينه موجوده مش موجوده، موضوع ان احنا نودن الشيء قبل مثلا ما نطبخه، طريقه غسلنا مثلا للعيش طريقه معينه بالماء البارد، ولازم امي كانت لا تلفون العيش وما تتكسر الحبه، في بروسيجر معين يعني في الكوزين الخاص فينا. فانا اعتز في هذا الكوزين اللي احب اني انقله ان شاء الله باذن الله للعالم باكمله. مريم فتحتي شهيتي على الاكل الحين، يوعتيني من بس وانت تشرحين تفتحين شهيه الشخص على الاكل ما شاء الله عليك، خليتيني اروح حتى البهارات اللي ترمسين عنها. شيف مريم المنصوري قبل الجائزة وبعد الجائزة كيف تغيرت؟ شوفي سبحان الله، أنا دائما أقول الإنسان لازم اليوم أنا صحيت بالشيء وبكرة أصحب شيء ثاني، ودائما أقول لضيوف مونتوك عبوركم من باب مونتوك وخروجكم منه من الباب الثاني معناته رحلة تغير مسار حياتكم، فسميتها ملاذ الروح. فأنا بالنسبة لي يومي يتغير، طبعا يمكن قبل الجائزة كنت طبعا قاعدة أشتغل على شيء معين أطمح أني أحصل له، وكنت حابة أن يتحقق خلال هذه السنة كون أني وعدت سموه وحس أني لازم أحققه، فحطينا الـ KPIs، حطينا مؤشرات، اشتغلنا على وايد أشياء كأننا نشتغل في دائرة حكومية تماما، في استراتيجية معينة، في رؤية، في رسالة. عندك فريق تقدم. ما شاء الله أنا يوم شفت كنت ما شاء الله اليوم عندنا وايد ضيوف أتاريهم كلهم ويا الشيف مريم المنصوري. الله يسلمهم. فريق متكامل فعلا، أنت الفريق يعني اخترتي بعناية. أنا أكيد أرسل لك كل التحية والشكر، يعني شوفي النجاح أنا دائما نقول الإيد الوحدة ما تصفق، فهم الناس اللي 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 تمد لي يعني يدهم، يعني تعرفين هي اللي أنا وين لما أبي أنجز أبي أقفز، فهم الناس اللي أنا أقفز من خلالهم من خلال رأيهم، ما خاب من استشار طبعا. أحيانا أنا بالنسبة لي وايد يعني فخورة بوجود هذا الفريق، وكل الشكر والتقدير طبعا للفريق كامل بلا استثناء. فأقول سبحان الله من بعدها بدينا الحين نشتغل على أشياء ثانية إن شاء الله بإذن الله، وراح نكون مختلفين تماما، والمستقبل راح يكون قدامنا وإنجاز إلى إنجاز آخر. بس أنا عندي سؤال أخير بعد سريع، أنت شكرتي الوالدة الله يحفظها، بس بعد قلتي في نفس الوقت أن كان الوالد والوالدة يساعدونكم في المطبخ، بأمانة منو الأفضل طبخ الرجل أو المرأة؟ بأمانة وخلاص بنختم. طبعاً هو دائماً وأبداً دائماً يقول لك الرجل له نفس في الطبخ، أو ممكن أنه بنفس موضوع الميكب وموضوع له لمسة فنية، ولكن كون أني أنا كنت موجودة في عائلة أقدر أقول شيف إماراتي أبوي الله يحفظه وشيف إماراتية أمي الله يحفظها، فأنا كسبت من الاثنين، فكانوا هم الاثنين بالنسبة لي يأخذون ميشلان ستار. ما شاء الله عليكم يعني بلا شك لازم نتريى مطعمكم أكيد إن شاء الله بإذن الله. حياكم الله في مونتوك أكيد دائما وأبدا. من خلال صفحتك في التواصل الاجتماعي كذلك أنت نشطة ومؤثرة، بنتابعك وبنعرف كل الأخبار. أكيد ولي شرف وشكرا على إتاحة الفرصة الجميلة هذه إن شاء الله وبإذن الله، وتشرفونا في مونتوك ملاذ الروح. شكرا لك الله يحفظك.